مساء الخير. مساء النور. ايه بس يا حبيبتي، وانت لسه زعلانة مني؟ طب معلش حقك عليا، انا اسف على كل الخلافات والمشاكل اللي حصلت بينا الفترة اللي فاتت، ونفسي نفسي ابتدي معاكي صفحة جديدة. يا احمد انت كنت عايز تطلقني؟ حمار تقولي ايه؟ بس عشان خاطري انسي اللي فات، اقولك بلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر ابننا اللي جاي. تعرف كويس اوي ان انا بحبك، بس انت اللي دماغك ناشفه وانا بفكر في مستقبلنا. انا عايز اعرف بس انت ليه مش عايز تشتغل مع بابي؟ اسمعي بقى، اذا كنت عايزه ما يحصلش بينا مشاكل مفيش داعي نفتح السيره دي تاني. خلاص خلاص ما تتعصبش، بس يا ريت انت بقى اللي ما تنساش ان في طفل جاي زي ما انت بتقول. وده معقول برضو يا نهله؟ انسى ده كل اللي انا بتمناه من ربنا، واوعدك ان انا هتكفل بكل طلبات ومصروفات ابننا اللي جاي ده. بس يعني انتي عشان خاطري، عشان خاطري سيبيني على راحتي. خلاص يا احمد اللي تشوفه، فكرك يعني انا غاويه مشاكل؟ خلاص يا حبيبتي، يبقى من ده الوقت احنا اولاد النهارده، وان شاء الله مش هيكون في بينا اي مشاكل ان شاء الله. قولي لي بقى، مش عايز اي حاجة من برا؟ انت خارج؟ انت مش لسه راجع من برا؟ ايوه، بس في واحد بلدياتنا جاي يعني، ولازم اشوفه واعمل معاه الواجب. يا سلام، اعزمه هنا في البيت وانا هقوم لك بمليون الف واجب لي. لا لا، المسألة مش مستاهلة يعني، اصل هو جاي يكشف عند الدكتور وانا حجزت له، يا دوب هيكشف ويعاود البلد تاني. عن اذنك ما تتأخرش. حاضر.